قبل هاللقاء حظيت بمكالمات عدد لا بأس به من عائلتك الكريمة. واضح. ليش زعلان؟ لا زعلان. طلعت كل شيء. بس في أشياء ما حد يعرف فيه، يعني قليلين اللي يعرفونه. وكلهم اجتمعوا أبو أحمد على شيء معين. إن حضرتك عطيتهم حياتك كلها. 35 الله يخليك على راسهم، 35 سنة عمل. يقولون لي نادر ما كنا نشوف أبونا شاري شيء حق روحه ولا مسوي شيء حق روحه. أنا هذه الكلمة على قلبي، أنا أقول لك أنت من الجيل اللي حكتي علينا وإحنا نشتغل في التلفزيون. نعم. وأيضا إخواني سامي التحو والمجموعة، إحنا كنا نشتغل وقبل ليون إخواني أيضا، إحنا لما كنا ندش التلفزيون ما كنا نطلع، إحنا نشتغل بالسبعة عشر وثمانية عشر ساعة حبا للعمل. نعم. وحبا لطارق المؤيد والأداء العالي في الإعلام في ذاك الوقت. هي أمل قالت مرة كلمة صدق تعور القلب روضة، قالت لعيالك برا وانتو ما تدري عنهم. أنا أسف أستاذ. الحمد لله كبروا. كبروا وأنتوا على راسهم وما زالوا يتعلمون منكم وما زلت أنت مدرستهم الأولى والأخيرة. أنا ما قلت لكم أنه صيحوني. أنا أسفة أحب نضحكك والله، من المساء بالعمالة قاعدة وايد أضحكك بس لأن حاطي هالمقطع، لأن أعرف أن عائلتك هي نقطة ضعفك ونقطة قوتك، ولكن ما شاء الله عليكم أنتوا أسرة نموذجية، الحب فيما بينكم حب معدي. الحمد لله حب معدي ما شاء الله، وحضرتك اللي أسست حق هاي الشيء أنت وأم أحمد. أكيد أم أحمد. نعم هي لها الفضل. مشكور أخوي شوقي. أنا اللي دشوا البيت نبشوا. أنا هاي الشيء أبديك حضرتك، أنت اللي تشرحها وتتكلم عنها للسادة المشاهدين. هذه فستان يارة دي مجهزينها من الحين حق عيادته. يلا خلني نشرح للسادة المشاهدين أول شيء من يارة. أولا أقول أنا مبروك، ألف مبروك. أول شيء أول ما شفته سويت كذي أنا، لأن بعد لونك كحلي ها لحظة. إي يقولوا لي أنت تحب الأزرق. طبعا من أيام تلقيت خبر حمل بنتك البكر مريم. أي الحمد لله. أول حفيدة إن شاء الله، وهي ما شاء الله في الشهر الرابع الحين، الله يقومها بألف سلامة وألف مبروك. شلون تلقيت هالخبر؟ والله أنا يعني من أنا مشيك في البداية، أنا عندي صحة مريم بالدرجة الأولى هي الأهم. نعم. ولكن الحمد لله مريم تجاوزت كل شيء. الحمد لله. وبس فرحتني بأن بيكون عندي حفيدة بنت، يعني أنا يعني كنت بتوقع صبي بس أنا كنت أبي بنية وهي عطتني بنية، يعني الحمد لله رب العالمين. الله. الحين لأنه ينعرف لا. أي. ينعرف يعرفون ابن اي صباي وهاللون ذي، فصج المفاجات وايد ايرلي تصير بس حلوه يعني. وهذه هذه الفستان من اول الفساتين اللي شاروها حق البيبي. ايه ولو كحلي بعد بالعمايه يعرفون انا شاب يعني. تعرف شنو المشكله يا ابو احمد؟ هذه فستان ياره. نعم المشكله انه انا قلت حق مريم قلت لها شنو اسم البيبي؟ قالت لي شوف احنا ما بنقول، اذا ابوي قال لا ياره. تقلت من مساعه. عندنا امانه. يو الامانه يا جماعه. أطالعني ليه ما تجي الأمانة؟ طالعني أنت، طالع هني ذي الصوت. مين هني؟ مين هني؟ يلا خذ. هذا نور. هلا. وهذه نويرة. زين أنت اللي ترجعين الأغراض. هذه آخر العنقود، هذه أجمل شيء. زين ما بتقوم تسلم عليها؟ أنا أبال يعني والله ما بتقوم تحبني. هذه بنيتي نور. الله يخليها لك يا رب، يخليك على راسها حبيبتي نور. نور شلونك؟ خالك يا خالك يارا. طيبة مبروك بتصيرين خالة جريب. ألف مبروك. إيه مستانسة. اسمي بوتش بوتشي شيء هنا. تلطف الموضوع. شنو النكنيم مال نور أمانة في البيت؟ هي قالت لي انت تبي تقول لي قول في زين وفي مو زين. لا قولي لي اللي قلتي لي يا شنو هو ملسان. شوفي يا تمام لسانه والنعم سمعتها نعم. حبيبتي نور حبيبتي، شنو الشيء اللي حرصتي ان انت تتواجدين عشان تقولينا للوالد امام الملأ؟ بتطالعني بس صايحوني طول اليوم ناويين علي. طبعا ما في شيء يعبر عن ايش كثر انا احبك واحترمك وقدرك. الشيء الوحيد اللي اقدر اقول لك هو شكرا، شكرا على كل شيء سويته لنا. انا بروحي بصيح. شكرا على كل التضحيات اللي سويتها في حياتك عشاننا، شكرا على كل الجهد والتعب
اللي بذلته في حياتك عشان توفر لنا الأفضل. شكرا على عنادك وإصرارك إن إحنا نكمل دراستنا العليا. شكرا إنك علمتنا نطمح نكون الأفضل في حياتنا. وشكرا إنك علمتنا نكون أقوياء في هالدنيا مع المصاعب اللي تواجهنا في حياتنا. ما في شيء ثاني أقدر أقوله غير إني أشكر ربي إنه أعطاني إياه. والله يخليك لنا يا رب ويطول بعمرك. الله يخليكم، الله يخليكم حق بعض يا رب، ويخليك على راسها. بدنا بالصحيح شو صيحتي؟ ما توقعت اللون الموضوع. إنزين لحظة، أنا دريت إن أنتوا أكثر اثنين يتهاوشون في البيت، لا؟ عادي. وأسرع اثنين يتراضون. إيه ربع إحنا وايد ربع، داري كلوز يعني أنا نور. أمانة متى آخر هوشة كانت؟ كل يوم. اليوم كان فيه؟ لا لا اليوم ما شفته. ما شفت اليوم. من كذي؟ اليوم بس بالتليفون. إيه بالتليفون اليوم حبيبتي هذه حبيبتي. نتعلم منك. خربني طلعتش عيل. ما خربتها. لا ولا ترددت ولا في لحظة ترددت إن هي تكون موجودة. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. الله. شي في المقابل تبي تعاتب نفسك عليه، شي تقول كان زين ما سويته في الطريقة. عاتب نفسي عليه ما أعرف أنا، بس للأمانة وما بصيح في ذي الحلقة ولا في ذي المعشرة، أنا أعتقد أن أنا ما حصلت وقت أشوف أمي وايد، راحت وهي صغيرة، ما بيدي شيء أسويه. يعني أنا كنت صغير توني أول سنة بكالوريوس وهي كانت مريضة، يعني 11 صبايا وثلاث بنات أخذوا من قوات الكثير. يعني هي مرضت وطاحت وأنا في الكويت، أنا جيت البحرين لقيت خلاص. يعني يمكن أنا أعاتب نفسي إن أنا ما شفت فترة طويلة وكله أدرس وكله أشتغل برا، ما كان بيدي شيء فعلا، بس على الأقل لو كنت مخلي بالي على أمي أكثر. ما تتعوض الأم، الأعمار بيد الله، الله يرحمها يا رب، إن شاء الله تكون في أفضل مكان يا رب. إن شاء الله. أنا كنت جدا جدا سعيدة بوجود الفنان القدير أنور أحمد معنا اليوم، وهذا تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر يذكرك دوم بحبنا لك، وإحنا دائما راح نظل نراهن على اسمك وننتظر أي عمل يحمل اسم أنور أحمد علي. أوكي أنا بسامحك على إن أنت صيحتيني اليوم، وأنا أحاول بس للأمانة برنامج جميل صج، أنا كنت متردد وافقت إن أنا أحضر البرنامج. أبيك تسامحيني في شغلة، تسامحيني إن أنا كنت متردد، أبي بالبداية قبلت الدعوة، شكرا لك على الدعوة. بعدين حسيت بتشبع إن أنا وايد سويت لقاءات في حياتي، ودائما أقول يعني في غيري يحتاج الفرصة ذي أكثر مني. لكن أنا بشكرك على شيء ثاني، يعني حتى سير الحلقة ومفاجآت لها جمال ولها أضفت شيء على روحي من داخل. الله يسلمك. الأحلى من هذه كلها أن أنا مقصر تجاه ربعي مال التلفزيون، صج أنا ما لحقت إلا على آخر العنقود، راشد الجبيري والنصور والشباب المتبقين، بس الحمد لله أن أنا شفتهم. إحنا جدا سعيدين بشوفتك، حلقة جميلة، حلقة ممتازة، أتمنى أني ما أعذبك في المونتاج. أبداً أبداً. شكراً على هذه الهدية. شرفتني، هذا شيء بسيط. تكريمكم لي على رأسي، مشكورين ما قصرت. الحب الأول اللي يابك من الإمارات للبحرين، ما قدرت تقعد في الإمارات الشقيقة تطول، كلش ما قدرت، وقلبك يابك للبحرين، شو الحب الأسطوري ذي؟ والله ما أدري، هو أنا حبيت بصدق، يعني حبيت بصدق، ويمكن هي تسمعني الحين بعيد عني، يعني هي موجودة في البحرين وسميت على اسمها. يعني آخر بنت عندي الحين، مو بآخر بنت، بنتي اللي الحين في الثانوي سميتها باسمها. وزوجتك تدري؟ إيه.
كبير كبير يا استاذ مبارك. لا والله بالعكس، ليش ما تدري؟ لازم تدري يعني. اوكي قلنا في شفافيه بس مو هي البنت. هي البنت بعد لما سالتني ليش سميتني ذي الاسم يعني؟ ايه ذي الاسم ما يسمون بها الحين. انزين. تقول في المدرسه كلها ما في الا ثنتين بنفس الاسم، انا واحده. ليش سميتني بذي الاسم؟ قلت لها قعدي كذي 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 كذي. انا كنت احب واحده واحبها حب وللحين احبها. سميتها باسمها. وللحين احبها؟ حب حب اي حب. بترقد في البيت اليوم استاذ مبارك؟ ها؟ بترقد في البيت اليوم؟ برقد في البيت اي. في الصالة؟ اي. في الصالة اكيد اشكرك. لا لا مو في الصالة، في سريري برقد. انا مسؤولة. لا بالعكس يعني هذا شيء راح خلاص. للحين احبها تقولي؟ اي للحين ما زال في شيء يعني. نعم. تعرفين ان شو اسمه؟ ما ادري هذه البيت يقولون غلط بس انا 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 ما الحب الا للحبيب الاولي. اي تنقل فؤادك حيثما شئت من الهوى، انا ما الحب الا للحبيب الاولي. ما رجعت من لا انا برجع حق هالموضوع سالفتي طويله انا طبعا ما رجعت، شلون ترجع والحب هني؟ انا اليوم بابا خلي شيء انت تخلي شيء كشفت اوراقنا كلها. لكن انا مصره ارجع بخميس حق الفتره اللي قبل الامارات. الاشغال اللي انت كنت حضرتك تحريص ان انت تشتغلها ايا كانت، الاشغال اللي كانت في الاجازه الصيفيه، ابوي كان مريض الله يرحمه. الله يرحمه. وفي الاجازه الصيفيه يعني مضطر اني اشتغل عشان ملابس المدرسه، عشان الكتب خب من الوزاره بس الملابس الدفاتر هذه مضطر اني اشتغل، فاشتغلت كذا شغله يعني مو بشغله واحده، اشتغلت سباق، اشتغلت بناي في مدينة عيسى أول ما استوت، كنت أشيل طابوق. كل ده كان لي لما شفت عينيك، كل ده كان لي لما شفت عينيك، حن قلبي لي وانشغلت علي، حن قلبي لي وانشغلت علي، وانشغلت علي، كل ده كان لي كان لي لي لي. صح الصوت صح الصوت حق الحب الأول نفسه. قال لي كم كلمة. أيوة. حق مين الأغنية؟ نسمع. حق مين؟ لازم حق احد. لازم حق والله ما اقدر متسبب انت والله العظيم طالعني في عيني والله ما ادري ايش. لا مو بطالعش في عيني طالعني في عيني. مسيك بالخير والنور. السلام عليكم. عليكم السلام يا طويل العمر. يصير اشاركك جمهورك شوي؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك يا اخوي الله يحفظك. معنا مشاهدينا في الاستديو الاخ فيصل مبارك خميس ابن الفنان الجميل مبارك خميس اخوي فيصل. سهل مبارك الله يحفظك على راسنا وشرفتنا. الله يحفظك. شنو الشيء اللي حضرتك حرصت ان انت تتواجد عشان تقوله للوالد اليوم امام الملأ؟ والله شو اقول؟ انا اقول الله يطول عمره ان شاء الله ويحفظه ويخليه على راسنا، احنا للحين محتاجين له مهما كبرنا ومهما عيالنا ومهما سوينا ما بنقدر. ذكر سالفه من السوالف، كان راكب حق الحمام من ورا البيت. يعني وايد شفنا وكان مربي حمام فوق في السطح، فكان الحمام طاح احنا نتسبح جينا ماي خايس واحنا نتسبح. احنا ما ندري انه حاط حمام فوق والحمام طاح في التانكي مال الماي. مربي حمام ما حد يدري؟ بالخيش لانه ما يبغى ركب من شو اسمه الماسوره من برا، ركب ايه؟ وياك من على الماسوره على ظهره. ما صدق والله العظيم تعطحت تعورت ودني المستشفى بعد طقني. زين تودني المستشفى من الزمن ومن ابوك. ايه انا طايح متعور. لا بعد طقني. على طاري الامارات انا بشغل الامارات. نعم. بشغل لك شيء وانت قول لي شنو قصته. الليل الليل طرشت يا ربي لكم في غفلة الليل نصايف الليل الليل الناس عني لغفت نصايف الليل. مسلسل بدوي كنا نمثل فيه وفي البحرين برا. زين. فكان في مشهد ان انا لابس قطرة حمراء وارعي الغنم، انا ولد شيخ القبيله الثانيه وعندي غنم ارعيه في البر، وش اسمه وبنت شيخ القبيله واحده ممثله لبنانيه اسمها
هند طاهر. فهي والشيخ قبيلة ثانية يبي شو اسمه يعني يعتدي عليها، فتصرخ هي يا لجوادي يا أهل الشيمة. فصفنا المخرج يقول عقب ما تصرخ يقعد على تلة رمل، عقب ما تصرخ أنت يا راعي الغنم قل لبيت وخذ بندقيتك وركض لها، وانتو يا وانت يا راعي الخيول اللي وراي انا خيول وراهم ناقة وواحد راكب على الناقة، وهذه هاي بدوي نعم. يقول ما عليكم انا عارف حق الناقة ركب على الناقة. وصفنا المخرج كذي زين ياك هذاك خنيفر ما ايش اسمه يعتدي عليه اسمه خنيفر حصلت له خنيفر يبي يعتدي عليه سمت لهذه هاي خيطينه كذي بس عشان سمته وينشق سمته وينشق قالت يا الاجواد يا للشيمه قلت له لبيش انا بالبندق ويشاركم هذاك نحز الناقه كذي وقحصت الناقه ويت على ظهره طاح على ظهره هاي اللي يقول لهم انا عارف حق الناقه انا بدوي وعارف حق الناقه طلع الصج صار الصج طاح والله طاح على ظهره هدت الناقه الحين اللي عليهم الخيول اللي على الخيول راحوا يركضون وراي سوى روحه ميته ويني عاد طاح ما شاء زين طافوا الحين الناقه مسرعه وطافت الخيول زين وانا قدام الناقه هدت كل شيء ولحقتني انا ايش طلع لبيت الحين لحقتني انا وانا اركض بالبندق اقول لها لبيش لبيش والناقه وراي واركض مني هي مني اركض مني يا جماعه وين ارقطيت البندق ترى صارت السالفه صدق مو بتمثيل وهي وراي بوز بدتها يا وصارخ انا في البار لحقوا علي شلون انت ليش هدت الكره قدامي شيرت عوسج وادش فيها دشيت فيها تشمخ وهي وتعلقت الغتره الحمراء في الشارع لا لا اذر هي لاحق الغتره الحمراء وانا ما ادري اوكي وهي وراي قول الو الو السلام عليكم عليكم السلام عرفت مين؟ هلا مساج ورد ونور وعسل يا يمه هلا حبيبتي هلا هلا اختي مشاهدينا معنا عبر الهاتف السيده ام ياسر اخت الفنان القدير مبارك خميس مساج ورد حبيبه قلبي سمحي لنا على الازعاج حبيبتي الله يخليك امي الله يخليك اللي اعرفه يا يمه بالنور حبيبة قلبي حبيبة قلبي اللي عارفه يا يمه انك الاخت الكبيره اللي ربت اخوها وتعبت عليه من كان صغير مع انه كان شيطان شوي وتعبها ولكن ليه اليوم تموت عليه وهذه الايام هي اجمل ذكرياتها اليوم حبيتي تقولين لاخوك الصغير مبارك اقول له والله عسى ان شاء الله دائما في خير في سعاده والله يطول عمره ويخلي لنا يا ربي تاج على راسنا يا حبيبتي الله يخليش اختي ايش حبيتي تقولين له اليوم يا مو من كل قلبك اخذي راحتك وتكلمي قولي اللي في قلبك له واذا تبين تفتنين عليه بعد فتني عليه لا انا عمري ما فتنيت عليه لو فتن فتن من زمان فتني اليوم حق روضه ما عليه حلال دشت علي يوم الجمعة بالدنيا كلها الحمد لله أنا عندي اثنين واحد عين اليسرى وواحد عين اليمنى الحمد لله الله يخليش أختي الله يخليش في الجانب الآخر إذا حبيت أن أنت تعاتب نفسك على شيء معين على شنو راح تعاتبها؟ أعاتب نفسي على أشياء كثيرة وقرارات غير صائبة أخذتها في وقت متسرع بس هي راحت يعني قرارات اتخذت من قبلي يعني ما حد فرض علي شيء ولا حد جبرني على شيء قرارات أنا اتخذتها بنفسي ومع مرور الأيام حسيت أن القرار اللي اتخذته صح هذه أعاتب نفسي عليها أني اخذت قرار في وقت متسرع بدون لا أرجع للعقل بس هي دائما خيرة كل شيء خيرة مثل شنو؟ مثل سفري من البلد وروحتي برا وقعدتي برا 15 سنة مثل أشياء كثيرة يعني يمكن هذه أهم شيئين تقريبا عندي الفنان القدير والجميل مبارك خميس أنا كنت جدا جدا سعيدة بوجودك معنا اليوم فعلا شرفتني وإحنا راح نظل نراهن على اسمك وين ما يكون وراح نظل بانتظاره الله يخليك هذه بس تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر يذكرك دوم بحبنا لك شكرا جزيلا الله يسلمك وأنا والله أحبكم بس اليوم بقيت تنزلين دمعاتي بس أنا أوت روحي يعني حش عليه عندي قدرة أني شو اسمه يعني الحمد لله أدوس الألم وأمشي عليه لأن أدست ألم كثيرة ومشيت عليها وقادر أني أدوس ألم بعد إذا الله كاتب لي شيء
يعني انت تريد وانا اريد، الله والله يفعل ما يريد. اكيد الحمد لله. راضي عنا؟ الله يخليك. انت من زمان راضي عنك، انا توش تدرين يعني. لا تطلعين، لا تطلعين، ها لا تطلعين. هذه الشيء بالنسبه لي وي والله يعني قسما بالله ترى انا جبت اللي في حجرتك مخصوص لانه مخلص. هاي على فكره سعد اللي مخلصه توني. لا ما انا منشغله ويا العيال. لا سعد ولا انت؟ قسما بالله كان في شوي زياده. شنو سالفه العشق حق شراب الورد؟ هذه ما اعرف الصراحه شيء يعني دائما في حجرتك فيه لازم تسلحه فيه شربه الورد هذه. وعلى فكره يعني اروح لمرات اعاني يعني معاناه بشكل ما تتخيلين، ادور من سوبر ماركت لسوبر ماركت ابي نفس الماركه هذه. شحني وياك انا الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. الله يعني وفق وقدرت اخلص من بناء بيتي. نعم الله يتمم عليك على خير يا رب. الله يجعلها منزل عامر. يسلمك الغاليه. فتخيلت ويعني وقت اللي نهندس البيت وكذي ونبني وهاللون قلت ما ادري يعني من ضمن تصميم اسوي حركه وهي انه في غرفه النوم. بعد غرفه النوم سوري الملابس. ليش؟ لان دائما غرفه الملابس يعني فيها اضاءات وكذي تعرفين يعني الجمال كله في غرفه الملابس. فتخيلت ان انا كنت بسويها والله ان في التصميم اخلي داخل الكبت بحيث انه يكون في زر معين الطقينة سويتش اون فيطلع كذي مثل المجوهرات. استاذة هيفاء ترفضين الخلط بين مهام الفنان وبين مهام البلوجرز او المودلز او مروجي او مسوقي المبيعات؟ طبعا مع كامل احترامنا حق وجهات النظر أكيد الاخرى أكيد. ولكن حابه اوقف شوي عند وجهه نظرك في هالموضوع. طبعا انا احترم كل اللي موجود سواء كان في المجال الفني أو حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. كل له يعني أو عنده شيء يبي يقدمه فيقدر يقدمه في يعني عنده المساحة الكبيرة في أنه يقدمه على السوشيال ميديا أو إذا عنده فرصة في المجال الفني. إلا أن الخلط مثل ما قلتي بين الـ يعني دشت الأمور في بعض روضة. يعني ما ننكر أن مثل ما قلت لك من شوي أن صارت في أعمال درامية الجهة اللي تنتج مثلا أو حتى ساعات المخرج ممكن يكون له دور في هالموضوع يجيب بلوجر أو شخص ما له علاقة ما عنده أصلا موهبة التمثيل ويحطه كدور أساسي في العمل وإحنا نشوفها يأثر سلبا بس هو يشوف إنه بيلاقي نسبة مشاهدة. إحنا يمكن توجهنا أو هدفنا من العمل مختلف عنهم. هم ينظرون مثلا من ناحية مادية يبون يسوقون يبون إن العمل يدخل فلوس يمكن أكثر لكن إحنا نبي قيمة نبي نفيد الناس نبي نقدم رسالة. فتعرفين هذه الأمور يوم تدش في بعض تخلي الواحد يستاء صراحة. ما أقول إن الشخص البلوجر أو اللي مشهور في السوشيال ميديا في شيء مو بزين بالعكس مع احترامي لكل الناس والمشاهير. تقصدين أنها تخصصية يعني. أنا أتكلم عن التخصص بالضبط. نعم. يعني أهو عنده موهبة أو شيء معين بيقدمه على حسابه في أحد البرامج في التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا هذه مكانه. زي ما ممكن يكون شخص مثلا عنده القدرة على أنه يكون بلوجر وفي نفس الوقت يكون ممثل جيد؟ إيه أنا أتكلم عن الشخص اللي ما عنده موهبة فيا هو يقحم نفسه أو أن الجهات اللي في المجال الفني يعني يأخذونه أو يطلبونه في أنه يقحمون علينا. يبولي يبولي يا جماعة هالشيء الجميل. طلعي طلعي صوبي طلعي صوبي. أطالع أخوي صالح ولا أغش؟ لا ها لا. الله عليك شنو ذي؟ شيء بروفيشنال. أوه ترى أنا تكلمت عن هالموضوع. قلتي عن الباب ما قلتي عن البروفيشنال. كل شفتي تحية حق أخوك هاني هاني على راسي من فوق. شفت 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 أستاذ مقتنياتي كيف يعني ترى تنافس تنافس مساحة. لا مقتنياتي لها علاقة سبحان الله بالأداء الآلات الموسيقية.
تفضل. وي كنت معصبة عليه. مرحبا، يمسيك بالخير. اوقف انا ولا شو اسمه اللي تبينه؟ اي عزيز معطينا البرميشن، عارف يعني لازم نقول روحه. حبيبي تعال هنا، يمسيك بالخير. كاميرتك الورد تسرقها. ترى انا لازم اقول لك هو ايش كثر بذل مجهود مهندسنا عشان يكون موجود. هو عنده اي عنده امتحان فاينل حبيبي، بس قال اذا يعني عشان الوالده انا باي وبكون موجود، مع انه هو عقب شوي عنده امتحان. حبيبي حبيبي، فانا اقدم لك هذا. الله يخليها يا ربي، تاج على راسك طول العمر. حبيبي ان شاء الله. حبيبي كنتم اخوان. ما بعرف انا عصب عليه انا ترى. صاحت من قبل التحكي. تفضل اخوي، اليوم شنو الشيء اللي حرصت ان انت تتواجد عشان تقول حق الوالده امام الملأ؟ تفضل. يعني كلامي عجز لما هي عندها، يعني اذا باتكلم من اليوم لباكر ما بخلص على يعني. عش لا تعصبني الحين. مو وقت تزفين غلط. انا خلص على المكياج بعد. بالضبط. تفضل يعني طلعها وقول لها اللي تبي. يبو كلينكس يا جماعة إن شاء الله. هل توهكت الحين؟ قول قول اللي في قلبك كله، قول اللي في قلبك قدام ياي من الصخير لهني. تفضل. والله أنت يعني تعبتي من يوم أنا كنت صغير لما كبرت، و يعني بذلتي كل الجهود اللي يعني أي أم سويها بعد هالشيء. يعني أقل شيء ممكن أنت تسوينه. حبيبي الله يخليك يا رب، يخليك على راسه طول العمر. حبيبي والله يعني أنا ترى يعني مسكين حسيت بكمية حبه. هو ترى مو على الوجود، هو على فكرة من نوع اللي قليل الكلام. حياكم 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 حياكم. وي 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 يا قلبي، واي يا عمري. المايك انشد يا عمري. حياتي تعال انت. يصير انا تسوين علي بعد عمري؟ والله العظيم عمري. شلونك؟ يصير حبيبي انت. هذه سيدة تلم. سهلها لي. قاعدي صديقتي. هاي سيدة تلم، سيدة هاك. هلا هلا. بسم الله عليك، بسم الله عليك. شنو انت ليش كذي عسول؟ بسم الله عليك. انت يا ودي عسل واحد، انا بيا ودي عسل الثاني. حبيبي يعني كأنهم فوتوشوب. اي والله الكيات. انا صراحه وايد مستانسه يعني بهالمفاجاه الحلوه. يعني هذا لين عيالي، بعد ما بقول ولد عيال اخوي، بس جد يعني فرحتوني. وهذه شو اقول، الله يحفظهم. وهذه بعد العسوله، ترى احنا مركبين لها مايك مكشخينها بمايك، تبي تسولفين معاها سولفي. ايش تبين تقولين؟ حبيبي وايد. اوه يا عليك انا اموت فيك. تمين هني لاخر شيء. تختوخه، احنا نسميها التختوخه مالتنا. كذي حبيتها. حياتي باختصار، لما تتكلمين على الأم صعب أنك أنت تشرحين، حتى لو شرحتي بتكونين مقصرة في حقها وايد، خصوصا أم مثل أمي. يعني تولت تربيتنا تقريبا بروحها، بحكم طبعا نحن الوالد يعني انفصل عن أمي. نعم. من يوم احنا صغار وعشنا عند الوالدة، فهي ربتنا بشكل أساسي بروحها، تحملت المسؤولية بنفسها. بالضبط كاملة. بالضبط. والوالد موجود الله يطول بعمره. نعم. وأكيد له دور كبير يعني في تربيتنا، لكن احنا نتكلم عن الظروف. ان انا عايشة في البيت مع أمي، فهي يعني ربتنا في كل تفاصيل حياتنا يعني. فمهما تتكلمين ما راح تعطينها حقها، مهما قلت ولا شيء من اللي هي تسوي لنا. هيفاء نور عيني، حبيب. نور عيني كلنا يعني. لو ما هيفاء كان احنا في حالة ثانية بصراحة. حبيبتي يا عمري. ومسعد ومسعد ومسعد. أنا اللي أقوله لك شكرا شكرا وايد. أنت اللي شكرا، أنت اللي شكرا. شوفوا هاي مسعد، أنا ركبة سفينتك. كلنا بس أنا بالذات أحسن لعيال يعني خلاص شاقين طريقهم. نعم. وكل واحد في حالة يعني، وكلهم ما يقسمون، كلهم الخير والبر فيهم الخير والبركة. نعم. ولكن مسعد بزيادة، أنا مركبتني في السفينة. نجيت، أنا نجيت
غرقت انا غرقت يا عمري. لا لا ان شاء الله ما نغرق. بسم الله عليكم. بسم الله عليكم حبيبتي. الله يخليك على راسها يا يمه. موجوده في حياتنا عمرها ما تغرق. انت موجوده حلوه وربنا موجود حبيبتي. اكيد يعني ومن ثم وجودك والامور طيبه الحمد لله. زين ما في مقلب شيء استاذ عبد المحسن؟ انت بتغششني. بلى انا شو بغششك شيء. هي ما شاء الله بقول لك احنا نصور مثلا على ايام كنا نصور اللي هو لو اني اعرف خاتمتي. كانت هيك لها مشاهد وايد معي بحيث نحن نوقف قدام بعض الكاميرا وفي لقطات ميديم كذي تو ونكون احنا الاثنين في نفس الكادر واحنا واقفين وهي ما شاء الله الله معطيها طول يعني معليش وتلبس كعب وتجيني. طبعا اقول لها سعد ترى ما رحنا تلبس كعب نشوف حل يا انت تشيلين الكعب اللي برجلك انا البس كعب وانا بس الله الكعب الكبير والله الكعب في خاطرها طويل العمر في يعني البنيه عندها شعور ما تقدر تشبعها الا بالكعب. والله معك حق انت زينه في كل حالاتك بس احمد يعقوب المقلى صراحه وقف معاه يعني اضطر انه يحط لي ذيك المره ياما بوكسات ودري تعالي شوف الشماته من هيفا. طبعا تعالي شوف الشماته من يومها يعني صورت المشهد ما لي خلق اصوره. في الجانب الآخر إذا حبيتي تعاتبين نفسك على شيء على شنو راح تعاتبينها؟ شنو الشيء اللي سويتيه وقلتي كان زين ما سويته؟ هو للأسف أني ما كملت دراستي الجامعية كثر ما أن أنا أموري الحمد لله ترتبت وأموري طيبة يوم دخلت المجال الفني وكانت المهنة هذه طبعا يعني محصلة راتب زين أجر زين فعايشة بشكل جيد إلا أنه على قناعة تامة بأن الشهادة سلاح فلازم كل إنسان يكمل دراسته وتكون عنده هذه الشهادة. يعني لو تسمح الفرصة اليوم أدرس أكمل يعني ما راح أتردد. زين ليش لا؟ توائم التوائم ليش لا؟ لا لا ما راح يعيقون إذا بغيت ما راح يعيقون. زين دام تبين إن شاء الله. يلا أخيرا شنو الشيء اللي توعدين نفسك بالالتزام فيه ما حييتي على ألا تخلفي هذا الوعد أبدا؟ أول شيء أني أنا ما خيب ظن أي حد فيني. الكل اللي قال هيفاء جيدة زينة سمعتها جيدة تحافظ على العادات والتقاليد كل الناس اللي يظنون بهذا الظن فإن شاء الله ما راح أخيب ظنهم. بقدر المستطاع بكون مواطنة بحرينية مشرفة لبلدها بحاول قد ما أقدر أني أكون عند حسن ظن الشعب البحريني أهلي حكومة البحرين. إحنا في النهاية واجهة للمجتمع البحريني فبالتالي أي تصرف يطلع منه فمحسوبين عليه. كل ما كان التصرف جيد ويشرف أكيد الكل بيكون فخور فينا. صحيح. فان شاء الله اقدر احافظ على هذه المساله. يا رب ربي يخليك ابن بار لهالبلد واحنا لو نخدم تراب هذا البلد بعد مقصرين. يعني الفنانه الجميله الراقيه هيفاء حسين انا كنت جدا جدا سعيده بحضورك اليوم حبيبتي. ممتنه لكل شيء خصيتينا فيه ممتنه لابتسامتك وروحك الطيبه وهاي تذكار بسيط شكرا من اسره برنامج على الوتر شكرا يا يذكرك ربي. بس حبيب حبنا لك حبيبتي هذه شرف لي وانا حبيبتي. سعيده اكثر وما راح اتاخر اكيد اي شيء لي بلدنا وتلفزيون البحرين تحديدا اكيد ما راح اترد. ما تتخيلين ايش كثر يعني وايد حبيت اللقاء. كانت دردشه اكثر من سؤال وجواب. دشيتي في مناطق يمكن مو بيمكن هو اكيد ما دخلت فيها يعني في السابق في اي لقاء. حبيت الجانب الانساني والعائلي ايضا اللي تكلمنا عنه فجد فرحتيني وايد والدموع ترى كثر ما انا صحت بس كلها دموع فرح ويا رب اكون يعني ضيفه خفيفه يا بعد قلبي نورتينا ومحمد وريموس اللي الحين معانا في الاستديو منورين الدنيا شرفتيني يعني بالاشارات يتكلمون حياك يا عمري عليها انا شكيت ولا ما لك هني هلا بوي اشكرك كلهم غاره وامينه اشكرك حبيبتي نورتينا وشرفتينا. طبعا مشاهدينا معانا في الاستديو امينه حمود سلطان ابنه الكابتن الجميل حمود سلطان مساك ورد وعسل يا حبيبتي مسلو
الله يديمها الابتسامة يا رب طول العمر. من قلت له أمينة دمعت عينها، قلت والله أشكر أخوانك خلاص أنت اليوم ما بدشين البيت. أنا غير تقول لي، أنا من كلمتها ترى هي تدري أنها هي غير عندك. أنا شكيت صدق. صدق والله. من أذيك وهذا من يعيبهم. سورس قوي والله أنها كفو. والله أنها كفو أمينة. لا والنعم. أكيد النعم فيها سمعة عام. والبزنس الحين قاعد تدش. خربت عليها دوامها أنا أمس واليوم خرب عليها دوامها. رزق الله ما شاء الله عليها الله يحفظها. يا رب اللهم آمين. أمينة شنو الشيء اللي حرصتي إنك تتواجدين عشان تقولينه للوالد اليوم عن لسانك ولسان إخوانك أمام الملأ؟ تفضلي قولي اللي عندك كل اللي في قلبك. اللي بقوله إن أنا وايد فخورة فيك وأنت تاج على راسي وكفيت ووفيت. يمكن الحين هاي دورنا إحنا نرد لك شيء بسيط من جمويلك علينا. أنت ترى أماني وثقتي. يا عمري يا عمري خلاص يا عمري أفاصي حانت وحكت عين. لا صحيح. الله يخليه يا رب على راسك طول العمر يا رب ولا يحرمكم منه. زين خلها ضحكك أمينة خلها ضحكك. إذا المحرق يخسرون شو يسوي في البيت؟ شو أردي حصلت في بورات البحرين مو كفو عيالي قال لي خذيهم ما فيني جدات وعيالي أحكم لاحق عليهم. شنو قصة تأثرك في هاي اللحظات بالذات شنو السبب من وراها؟ تفضلوا. مو حموم سلطان اليوم اللي يحتاج يعني شهادة مني ما يعني الله لا يبذي اليوم. أنا متنازل عن هذا اليوم. اللي يشوف حمور سلطان أمس في الغرفة شلون يصيح شلون يبكي بيعرف من حمور سلطان وشنو تمثل له البحرين. حمور سلطان أقسم بالله لو أنا آخر يوم لي في الإعلام إذا ما أقول الكلام وجدام الناس كلها أنا أطلع مراجع. حق يا أبو نوفل وقواك الله يا حبيبي. قواك الله يا أبو نوفل. وهذه أقل من حقه بعد. يستاهل أبو حسام وقواك الله يا أبو نوفل. يبقى حمود سلطان. كفيت وفيت. نجم على المستوى الإنساني نجم على المستوى الرياضي. دمعتك غالية أبو حسام بالعكس والله بالله إن اللي قال أبو نوفل قليل في حقك كشخص كريم كنجم وأسطورة من أساطير كرة القدم الخليجية وليس فقط البحرينية. يعلم الله ويشهد الله شكثر الناس مستانسة أنها تشوفك عبر شاشة تلفزيون الكويت ليليا ويوميا معانا في هذا البرنامج. أضفت لنا الكثير وراح تضيف لنا الكثير. الله يمدك بالصحة والعافية يا أبو حسام. تسلم. طول لي عمرك حبيبي. إن شاء الله يا رب ما نشوف هالدموع إلا في فرح. إن شاء الله. أنا آسفة بعد رديت نزل. أنا آسفة دموعك غالية علينا كلنا. يا ربي ما تنزل إلا في فرح. إن شاء الله. أنا آسفة. أنا بس كنت حابة أعرف شنو قصة هالفيديو شنو سر تأثرك في هاي اللحظات. تعرفين في ناس كله يبون يبينون حمود ما عنده ولا حق بلاده. يحاولون يكتبون بس خبر شوي ويات المناسبة إن يوم المباراة مهمة حق سيسمو دي البحرين. والحمد لله يعني كنا في الحجرة أنا عبد الله بن نوف أبو حمد. نعم. وفرحنا من الفرحة من اللي فينا يعني. وما تعرفين الواحد فرحته شيء. البحرين تفوز شيء رغم أن أنا ما ألعب بس ديرتي يعني. هذه البعض يحبون يعني تعرفين الناس مثل ما أقول لك في حساد في صيدون في الماء العكر يعني في أي شيء بأصل. بس الحمد لله يعني أنا ولا هذه ديرتي وهذه أهلي وهذه شيوخي اللي سووا لي ديرتي. البعض يبون أنه أقول كلمة مثلا إن في اعتزالي ما سووا لي شيء أنت لا تنكر ذي. هذه يختلف عن هذه في الماء العكر. إيه هاي يختلف عن ذي الله يسلمك. بس الناس ذي بس الحمد لله. من ذي اللي يقدر يشكك في ولاء وطنية حمود سلطان؟ من ذي؟ ولا بيدي اليوم. سلمك أبوي. دموعك غالية وإن شاء الله يا ربي ما تنزل الفرح وأنا آسفة من جديد. لا أبوي. الله يحفظك. رن تلفونك مين قاعد يتصل؟ بموت من الفضول. من المساء. أنت بقول إيش؟ الكهرباء يلنا. يبي فلوس. يبي شنو؟ يبي فلوس. تبغى نقول مليون؟ لا عشان يسمونه المكان قاعد نشتغل فيه. نعم. ينبي نسوي له شيء حلو يعني.
يا رب الله يجعله منزل عامر يا رب. ان شاء الله ان شاء الله تزورونا ان شاء الله نتشرف طال عمرك كلنا كلكم اي نعم كفو كفو والله على عيني وراسي. انت الله يسلمك تسلم راسك يا رب. انت ما تشرب لا قهوه ولا كوفي ابو حسام بس شربنا شو اسوي ها شربنا احنا قهوه انت تو اي بدي لكم اي لا انا مش عارف بس جيبوا لي هالجميلين للطلع 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 طالع يا عمري وهل هل سلم ابو سلم 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 اي حد ولا حد عبرني يا عمري انا شنو يعني روح سلم لك تعال سلم سلم شنو هاي العسل سلم سلم هذا ما يبيني خايف مني والله خايف يا عمري 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 لا ما اقدر مو صد شنو هالكيوته شنو يعني شنو يعني هذه حمود وهذه سعود صح يا عمري قاعد قاعد استريح استريح مكانك مكانك لحظه 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 ابوي هلا هلا ابوي ترى ما يبي يقعد قاعد عاد خلينا نسولف يبيني يبيني يبيك شوف شوف بايل انا اسفه فشلني قدام الناس كابتن بس يدسع وين وين ترجع ابوكم ذي وي 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 رحنا رحنا امشي ها لا تشوف زين انا هاو ار يو سفه لي امشي هاو ار يو خذ الطياره قال هني ما بتحاكي في البيت بتحاكي عاد انا سمعت ان حمود ما يرضى احد يقول له حمود عبد الرحمن يقول اسمه حمود سلطان شو اسمك انت مو شنو اسمك الف شكر لك انا اليوم عندي شيء هو من اغلى الاشياء اللي انت تملكها شيء انت تحطه يم راسك كل يوم قبل لا تنام بكته 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 تعال سحرت هاي يدي خفيفه هذه الوالدة ابي اعرف هاي الصوره بالذات شنو تعني لك اوه هاي كذا حياتي تفضل ما في بعد مثلها ما في ما اقدر هي دنيتي كلها زين اغير الموضوع غير الموضوع يبا خلاص انا اسف انا اسف خلاص خلاص نغير الموضوع نغير الموضوع الله يا رب يرحمها ويغمد روحها الجنه امين يا رب ولا يفجعك في عزيز يا رب ان شاء الله تكون في مكان احسن بوايد من المكان اللي احنا فيه ان شاء الله يا رب اللهم امين انا دعواتي لي الله يوفقني الحمد لله يا حبيبتي الله يرحمها الانسان اهم شيء الوالدين صح اذا دعوا لك انت متوفق اي من الزور عنهم وتقطع عنهم لا ما توفق يعني الوالدين هم الدنيا هم من يفقد الانسان والدته ابوه ما تشوف البيت خلاص ظهره ينكسر ينكسر عرفت هاي المكان وين هذي الله هاي فريجنا الله فريج الحكومه نعم هي حق ابراهيم الذوادي وين بيتنا ذي نعم نعم شليتوا بيتنا قول له حياكم الله زين لا 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 طبعا هذا هو البيت اللي ربيت فيه كابتن بيت الوالده الله يرحمها يا رب هذا المكان اللي عشت فيه اجمل ايام حياتك كان في صور بعد حق الحجره اللي كنت فيها مع انت واخوك محمد والكبات الزرقان اي ابي اعرف اجمل ذكرياتك في هذا المكان أكيد هذه ذكريات حلوة يعني تربينا هنا في هالبيت الحلو كنا وفريجنا كلهم ناس طيبين الحجرة اللي تقولي عنها هذا سوت سبت لدي مشكلة ليش؟ مشكلة الله يسلمك كنت قاعد في الكبت بعد؟ لا لا مشكلة ويا المديرة مدرسة اطلع على المدرسة زين البنات يطالعون حمود يعرفون انه حمود ومعجبين وذي زين وانا انا على نيتي اطلع الشارع على نيتي طالعني في عيني انا طالع من اللي طالع مين قال اشتي قيول قال حق الوالده قال حق ولدي ايش قالت له اياها قالت له على كيفكم بعد بعد ولدي بيطلع لما تبونه ولا يترزق بخلي تبطل حجرتي على طول والدريش على طول والله هاي صدق صدق هاي قول لي انا ما علي من كان يطلع على مين الحين خلاص خلص لا لا طال عمرك المدرسة حجرتي على طول على الصفوف ما علي متفقين احنا طال عمرك بس الى ان شافوني انا هناك يطلعون خاصه في الفسحه ما جاوبتني ابو حسام بس بعرفهم ايش عرفني مين اللي طلع على مين ابو حسام انت تطلع عليهم ولا ما لا هذه مشهور واذا يطلع لا والله حتى ايام المدرسه نعم يجون
عند الوالدة الله يرحمها. الله يرحمها. يطقون الباب. زين. والله أول ما يهدون يطقون الباب. شو يسوون؟ أم محمود نبي قدم غداس ما يبون يبون يشوفوني أنا. الله عليك. وتحط لهم الأكل. الله عليك. زين وين ذي؟ قالت لهم فوق. قالت يا فوق حول له. تذكر الشريط الكاسيت اللي طلعته وانت حضرتك غنيت فيه بصوتك شريط المحرك حديد هاي كارثة صوتي مو حلو كارثة ذي لازم اليوم اتكلم عنها والله ما طوفها يوسف رفاعي قص علي يوسف رفاعي يبي يسوي دعاية حق محل ماله يبي يمشي مع له قال ايش رايك تغني تعال سوي معركه عليك ابيك لا بتغني كيف ان شاء الله لا هو اسم الشريط بروحه مو تمام حرق حديد لا حاطه بمساج ترى لا انا جبت البوستر بعد كأنك مياود ورده ولا شايف حسام ليش عاد سرعته وحسام في الورده الحمراء اليوم لازم نغني شيء من سيدي المحرك حديد مره شريط محرك حديد والله ما طوفها حشا وين احنا اذكر بالسجيت اي والله العظيم لا والله والله حب حافظ انا والله لا والله ابو حسام والله ما احنا قاعدين شاكول اغني اي اغنيه الشريط بالمحرك حديد نفسه يقول محرك حديد نسيتها بعد وامل ايش يقول لي ايش من الشريط والله راسنا من فوق اهل المحرك بكل شيء يقول لك محرك حديد بكل شيء لا لا اغنيه هذا هي لا بتغنيها ما تقول لي كلمات إيه احنا خلنا نذكرها انا يلا ويه تذكرت وين جبت الشريط مدس ويه تعالوا لها دي وش جابت الشريط القديم تعالوا لها يلا لا ادري ودينا ورا الشمس قبل لا تعطي الشريط بنروح اليوم لا بتروحين يلا فانا مستعده اوقف الحين ندورها في يوتيوب تذكرها ونغنيها يلا طلع ما تطلع وين وين موجود مسجج وين موجوده يا بشر وين شنو تسوي زين لا لا حاول تذكر طال عمرك حلو زين ذكرت محرك ذكرتيني محرك حديد هو دينغ 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 ايش ده الله يوسف رفع اخر باتل والله دينغ دينغ هاي في الناس مشاهدين اسمحوا لنا بوقفة موسيقية مخرج عندك يا لا تخل يعني فلجون مشاهدين اسمحوا لنا بوقفة موسيقية ثانية مع الأخ العزيز شريف عبد الستار بعد رجعين تحضر والله بموت شريف بعد رجعين لثالث فقرات على الوتر وين شريف شريف يا جماعة أنا قاعدين نسجل ولا لا صحيح أنا يوم شفتك كنت هذا لا لا يا جماعة أحس سجلته ولا لا أنا قلته وراك يا كابتن ما اعرفش انا شفتك سلمت عليك عبال اي عار عبال سلم عليك عيز الرجال من الجهاز ريال كمل ساعتين موجود فلان ولا ادري وانت الوتر ترن مشاهدين اسمحوا لنا بوقفه موسيقيه دقيقه ها شريف انت مرتاح اكيد تدور الدنيا والله لا تقول قول صراحه مرتاح اشوف ساكت مستانس اظن شنو الوعد اللي توعد نفسك بالالتزام فيه طول العمر وما تخلف ابدا وعدي حبي حديرتي اضحي علشانها لو شنو اكون ديرتي وشوخي على راسي اوعدهم انا خادم ديرتي انا من فوق لتحت خادم ديرتي ولا استغنى عن ديرتي مهما كان شنو يطلبون ديرتي على المستعد الله يخليك لنا يا رب يخليك ابن بار لهذا الوطن تراب هذا الوطن راح نظل دائما نراهن على اسمك ونفتخر فيه كابتن حمود سلطان هذه تذكار بسيط من اسره برنامج على الوتر يذكرك دوم في حبنا لك واحنا فعلا فعلا نعتز فيك ونتشرف فيك والله سلمس نحطها في المكتبه ايوه في المتحف مالنا شرفتني مشكور والله اول شيء بامانه يعني مو مجامله تعرفي انا ما احب اجامل ولا طبعي وفعلا برنامج حلو ضيوف حلوين وما شاء الله عليك انت ابتسامتش واسئلتك الحلوه وما شاء الله ما ادري ساحره ما بعرف
والله ما اسحر والله ساحر ابوك بس ابوك معلومات وفعلا برنامج حلو وراقي وناجح بأماني انا اشهد انه ناجح ناجح وانا استنزيت ان حضوري هالبرنامج حضورك اكبر شرف لي والله شبه. واليوم انا جدا جدا سعيده بهالحلقه شخصيا انا جدا سعيده فيها وحضرتك قدرك على راسنا من فوق ايبا والله مشكورين ابو شرفتني ايبا واشكر الاخوان الموجودين كلهم على كلهم هالبرنامج سعيدين بوجودك والله شبه. الله يحفظك شرفتني ونورتني كابتن الله يحفظك يا رب الله لا 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 ليش مزيان ليش ايش معنى انا خاش انا قالوا لي ترى بننطرد من البيت فيها ترى على مسؤوليتك فانت عطني الامان وعطهم الامان جزء اخليه عندي ما شاء الله ما شاء الله هذه هاي تعرفين ايش علاقتي فيها انا هاي اللي بعرفها قل لي هذه يعني جميع اعضاء فرقه البحرين الموسيقى وجميع الاوركسترات اللي اشتغلت معاهم في البحرين والكويت وخارج البحرين في لندن ومصر دائما ذي الشنطه وهم مستغربين ليش ايش معنى ذي الشنطه معاك هي طبعا الشنطه هذه تعني لي الكثير لان تحوي كل نوت مالي وتحوي العصات القياده نعم. وبالتالي لما اروح الاستوديو تكون معي لما اروح البروفات تكون معي فما لي غنى عن ايش معنى ذي المبدا اوكي بس الفكره يعني الشنطة مبين عليها عمر يعني عمر. في عشرة اي والله عشرة حتى استاذ شريف استانس يوم شافها ما عارفها صار كل اعضاء فرقة البحرين للموسيقى الحين كل اعضاء فرقة البحرين للموسيقى يخافون من هذا ويضحكون طبعا زياد انا في احد لقاءاتي السابقة مع الوالد هو بينصدم من انا قلت كذي كان يقول لي ان حتى لو يدي يمكن شوية ثقلت على البيانو بحكم انشغاله بالقيادة الموسيقية فان املي الاكبر في زياد لاني حاولت ازرع فيه كل ما ملكت من حب صح؟ صحيح, صحيح. ما شاء الله ما شاء الله اليوم إلى أي مدى حضرتك مدين إلى هذا الرجل الأب والمعلم؟ والله يعني الوالد هو المؤثر من يعني من إحنا صغار طبعا تأثرنا فيه بكل شيء بشخصيته بموسيقته دائما كان داعم أساسي لنا والأب الروحي يعني ويعني ما في كلمة أقدر أقولها على الوالد غير أنه هو يعني الصديق قبل لا يكون الأب فما كان في هذه العلاقة الصعبة بيننا وبيننا في التعامل فدائما كان يحاول يزرع فينا المحبة التعاون المثابرة الصبر نحن دائما إذا عندنا حلم معين بنوصل له يعني بنوصل له فما كان في شيء مستحيل يعني الأمانة يعني إذا يعصب شو يسوي بينزل النظارة شوية أيوة. يبص من تحت النظارة وبعدين على مرأة ومسمع للناس كلها واحد كده شوية وخلص بعد كده كفاية يا شريف يقول لك كفاية أنا والله تكمل خذ راحتك أنا ما عندي ولا شيء أرجوك يقول لك تنزل النظارة لا هو يخاف خاف النظارة تكون عقبة أنه يعني الشرار ما يطلع فينزل شكور على الشهادة كده يا شريف طيب أنا والله خفت ما يفتن بس كبير كيف عليك حبيبي بحبهم كثير طاع قلب كلهم أحبهم أحبهم وايد مصر أخونا يعني عشرة عمر يعني أنا اللي أمي مصرية ما أقلب لا شعريا بالمصري كذا استاذ خليفة واي على الجمال اللي جايين الحين واي لا 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 ها بابا من يا بيت لو فكا وصدية لا من يا بيت هيا علي 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 هيا ما شاء الله تبارك الله تعالي 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 بسم الله عليك هي تضحك كذي في البيت هي على طول كراكر زعيمة الله يحميها سلفي سلفي حبيبتي شهودة شلونك زينة زينة طيبة من يا بيت هني بابا لا تقولي ابوي رحنا زين خلي تغني ابو زياد غني لنا اللي تبينه يلا
يلا. انساي انساي ايوه علي شفاره وتشيني انساي يلا باي ايوه وباي انا مسيري يلا باي ايوه. خلينا نشوف الفيديو الحين. انا هذه وايد متحمسه له وايد. الله الله مريم. نعم عليها. مريم بدريه وسلوى ودا بن زمان كلهم موجودين. انا هالفيديو طال عمرك ما عرفت عبث. اوكي ليش عرفت انا؟ ليش؟ لان ابيك تغني لي اليوم شيء. لا رضا لا والله تعرفين من اسم. لا روضة يقول لي والله حش استاذ. انا في الاستوديوهات اشرف على المغنيين اشرف على الكورال في الفرقه نفس الشيء بس ان انا اغني هذه الموضوع بالنسبه لي هاي اللي يعني بيصير على الوتر هاي من صدق والله. والله سنقدم مقطع بسيط من كلمات علي عبد الله خليفه الله من ديوان عصافير المسا اسمها عصفور. مقطع بسيط يعني تفضل عشان خاطرك يعني تفضل على راسي من فوق. إيش لك على يوفي تحط تنبر الجرح ترارا تطر التي في عشقها سائل الدم خذ للربع كل سلام وطير 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 لا توقف القافي ترى ما بغى يهدى. بس 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 الله يسلم صوتك يسلم صوتك. التجربة الأخيرة لاحتفال كبير بتكريم خالد الشيخ استلمت الأعمال للحفلتين للحفلتين هي أعمال قدمت في فترات مختلفة وكان لها معالجات مختلفة موسيقية. أنا لما سمعته قلت لا هذه اليوم خالد فنان الكبير لازم نفتخر فيه ونعطيه بحلة أو بثوب يليق في وقتنا الراهن يعني في 2019 فقد كان أيوة. فشلت أخذت كل أعماله وعادت مراجعتها من دون ما يعني أخدش أي جو عام للعمل يعني. نعم. والحمد لله الحفلة كانت ناجحة جدا ولقت صدى وصيت وايد حلو وإحنا فرحنا أن خالد رجع على الستيج يغني وفرقة البحرين الموسيقى كانت يعني قد المهمة قامت بالدور المناط إليها وقامت يعني قامت حفلة رائعة رائعة ولها صدى لليوم. فأنا الحين طال عمرك هذه كمارتك أي. نبيك تختم لنا هالفقرة بالمصري. بصير روضة بصيت. احنا درسنا في مصر وتعلمنا كثير هناك. نعم. وشفنا حاجات كثيرة وأخي وحبيبي شريف لعبنا مع بعض وطلعنا مع بعض الله وتفسحنا مع بعض الله طبعا يا حبيبي والمزيكا جمعتنا كثير مع بعض وربنا يتمم على خير ان شاء الله. يعني استاذ شريف من كثر ما اندمج وقف عزم. لا لا لازم انا مصره تختم الفقره الثانيه تقول الحين بنختم الفقره الثانيه وبنروح حق استاذ شريف وقفه موسيقيه ثانيه مع الكمون. الفقره الثانيه اللي جايه الفقره ما نقول في مصر ما يقولون الفقره تبي اقفل هذا فلتت الفقره يلا الفقره اللي جايه ان شاء الله حتسمعوا الفنان الكبير شريف على اله الكمانجا وربنا يسعده وربنا يسعدكم في الاستماع لحاجات كثيره حلوه ان شاء الله. الله عليك. اذا حبيت ان انت تعاتب نفسك على شيء معين، شيء سويته وقلت كان زين ما كان موجود في حياتي، شنو؟ شخصيا ما عندي شيء انا اعاتب نفسي عليه. انا اللي
طموحي وحلمي إلى حد ما تم تحقيقه مع نفسي، عندي رضا مع نفسي وحلمي إلى المزيد من العمل والعطاء للإبداع والفن. ما في شيء سويته وقلت كان زين ما صار، أو حسيت أن حضرتك يمكن ما سويته بالشكل اللي يرضيك؟ أنا تمنيت بإني أكون التحاقي بال بال بكونسرفتوار في سن مبكر، لأنه معظم زملائي اللي أجدهم متفوقين جداً هما متواجدين بالمعهد من عمر 6 سنوات. كنت أتمنى أن أنا أكون من هذا العمر ألتحق بالمعهد الموسيقي لدراسة الموسيقى. خيرة، أكيد خيرة إن شاء الله. أخيراً، شنو الوعد اللي حضرتك توعد نفسك بالالتزام فيه ما حييت على ألا تخلف هذا الوعد أبداً؟ أسرتي، حبي للبلد، صحتي، جميعها هذه كلها يعني أسعى إلى يعني الحفاظ عليها. عسى الله يحفظك يا ربي ويديم عليك هالابتسامة. المايسترو الجميل خليفة زيمان، أنا كنت جدا جدا سعيدة بوجودك معنا اليوم، أو بالأحرى إحنا وجودنا معك. حضرتك اسمك راح يظل علامة فارقة في الموسيقى البحرينية والخليجية ككل. شكرا جزيلا لك، وهاي تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر. شكرا شكرا، وأنتم مشكورين على الاستضافة وعلى الجهد اللي بذلتوه يعني، والطاقم اللي أدار هذه اللقاء هذه، وتمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله دائما. كنت تفاجأتوني بأشياء كثيرة صراحة. نعم. بس سعيد صراحة، سعيد يعني شعوري بأن أنا بين أسرتي بين هلي يعني، وربي يوفقكم إن شاء الله على راسنا ونفك طال عمرك. شرفتني استاذي، شرفتني بزيادة، شكرا جزيلا.